ليش اسباب اخفاق بشحه الوقود والنفط والبنزين في صلاح الدين؟ يعني هل هي مقصوده؟ طبعا بالمناسبه لحد هذه اللحظه ماكو اي تصريح من قبل اي مسؤول، وهذه ماكو الا ان نخليها امام انظار السيد المحافظ لان هو اب للجميع. يعني ما معقوله. تعال شوف، يعني صور لي هاي الوضعيه، يعني لاحظ، يعني 24 ساعة هذا الشارع الرئيسي اللي يربط البيجي، 24 ساعة هاي الوضعية، يعني ما راهمة ترى، يعني ما صايرة نهائيا، يعني يصير هذا الوضع؟ يعني ليش؟ هاي محطات التعبئة هي، طبعا الأهلي ينطيك بس محسن اللي هو ب 700، ما يقدر المواطن ال 700، يعني وين يفور ب 450 وين ال 700؟ هاي الوضعية قدامكم، يعني هاي ايش قد صار لك بالله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايش قد صار لك؟ اكثر من نص ساعة. وبعد يجوز نص ساعة. هو اعتيادي. وهذا الرون سايد همين هاك. راسين طبقت. اي. وراها قدامها العسكريين همين. راسين يطبقون قدام المواطن. توكل. والله احكي ما عزنا من الحكي. بنزعنا حكومة. حكومة ما يعني خلاص شو تحكي؟ ما تحكي. يعني شنو ماما هاي دائما يوم هيك؟ نلعوجة لها لو قطرة. بس الاثنين يوزعن. هذه والداخل. وحرد السروات وين؟ احنا اهل تكاسي، يعني حكومه شو تحكي؟ ما تشوف انت تعرف الوضع، تروح المسؤول ماكو، ما تناشد شغله ميته، اميتي حياه ما هي حياه بعد، وممنونين. تعال تعال بس اريد اشوفك شنو صار. حجي صار من ساعه قاضبين سرا ويجي رون سايد قدامنا. يصير هذا الحكي؟ شفت العنتن ولا يرد اصلا. وشوف هاي بال11 عدل واقف الساعتين صار 20 دقيقة. انت فتت رون سايد؟ لا والله. لا لا. ايش قد صار لك واقف؟ والله صار لي تقريبا نص ساعة، أكثر من نص ساعة. شنو هاي؟ شو تقول على هاي الوضع؟ والله مو وضعية يا أخوان. والله يسودون البنزين، احنا أهل البنزين، احنا الخير. يعني ايش واقفين العراقيين؟ عندنا البنزين والغاز واقفين كل النهار. أنا تاروح أسجل لي، تاروح أجمع لي دينار، ثلاثة أجي أقف فيها ساعتين ثلاثة، ما يرهف أستاذ وليد، والله ما يرهف. يلا توكل عمي، توكل. ضرب لك السر، إيش راح تقول؟ شو أسوي؟ إي شو أسوي؟ العالم حقها عمي، معاناة، والله جعان عاني من هالشغلة هاي، وشوي بالليل يطلعون يصورون يقول لك البنزينة فارقة وهذا، وأنا واقف صار لي ساعة ونص السر مال البنزين، تروح على أهليات كلهن معزلات ياخذوهن ما ادري وين يودوهن يبيعوهن. زين غير المحطات 24 ساعه المفروض؟ المفروض 24 ساعه، والله جاء نعاني من شغله البنزين، جاء نعاني معانات، مو يعني تعبنا بمعنى الكلام تعبنا. ايش قد صار لك؟ هلا استاذ وليد، والله صار لنا تقريبا ربع ساعه ثلث ساعه. انفد نص ساعه النوب. والله انفد نص ساعه النوب، وهاي هل تشوف الازدحامات، بس احنا ما دام نعرف ليش يعني هاي الازمه خاصه على صلاح الدين، ليش هيجي؟ يعني باقي المحطات كلها موجود وبنزين وباو على اقليم وكلها موجود بنزين ومتوفر، ليش احنا هيك محصورين؟ وتكريت بس مالت الداخل وهاي الحكوميه وهاي الاهليه، يسووا محطات بعد، سووا بعد كلها ازمه ازمه ازمه، والله تعبنا. راح تطفى. وعلى ايش تخليها تطفى؟ ايش مدري غير نور الزحام. قد صار لك نص ساعه؟ نص ساعه النوم. ايه مو انا مندوب، يعني كل يومين افول بنزين. وهاي يومية على هالازدحام هذا. شنو السبب؟ انتم شباب ودائما يعني ما تعرفون شنو السبب؟ هسه احنا دا رحت على اهليات ماكو بنزين. زين. هسه دا اروح الباحة على الدور همين معزله البنزين خانه مال الدور، مال المجمع معزله، ما بيها بنزين. من الباحة رجعت بالليل مصفره ما بيها خلاص. وهذا الازدحام قدامك. خي يوفرون بنزين خانات للاهليه، ذا الحكوميه ما تقدر توفر بنزين للعالم. يعني اثير لو تجي تشوف هذا، يعني بس باوع لي وين وصل ال 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 بس شوف لي وين وصل، يعني لو يجي اثير، يعني شوف وين وصلت ال 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 والله العظيم اوقف اوقف والله العظيم اخ الوليد، الشوارع بلشوها الازدحامات بول، البنزين خانات شاديها، يعني حتى مترات كل شيء من عندهم. عمي بس خلينا نفتح الطرق، المريض ساعتين يلا يوصل المستشفى. وصلت الفكره. يعني صايره مهزله، صايره يعني ماكو نظام. تفضل الناس العالم، شوف هذا اللي يقطع، هو هم الناس واقفه وهذا يقطع، لازم فدر 10 دقائق يلا يفوت منه. شوف هذا يضرب رون سايد، ماكو هيك مهزله. الى متى هاي المهزله؟ الى متى هذا الوضع؟ تفضل، يعني هاي محافظه، يعني هاي اخليها امام انظار السيد المحافظ. تفضل، هي هاي وضعيه؟ شوف السره وين وصل. ها
هذا السر باوع. يعني أنا أتمنى أنه يكون حل سريع لهذا الموضوع يا أحمد. قصر لك ربع ساعة، أكثر من ربع ساعة. إيه. فاعد إحنا للنفط ازدحامات. لعد الدول غير ما عاد نفط شلون شو يقولون شو يسوون؟ هاي تقضوا لكم ساعة يومية ساعة ونص. ساعة ونص لأن المحطات الأهلية ما بيها. لو بيها تشيل نص الزخم هذا فوق نصها متشيل محطات. هاي المحطات واصل النهاية. هذا شو وقت يجي السرة؟ والله مشكلة ما تفهم شو للازدحام، الازدحام على شنو ما تفهم، يعني أكثريتهم بيها سياراتهم النص واحنا سياراتنا مصفرة ويجي يفول مرتين ثلاثة يطلع يبيعها. اي طبعا الازدحام إذا بس وحدة دا تنطي يا أخي مضخة وحدة زين الأهلية تعيش معزمة بها داعي. إيه؟ عندك هاي مال المعارض مال بيت جج ومعزلة، عندك مال بناد هم معزمة تفتهم يعني يا أخي شنو السبب من تفتهم؟ تجي تقضي بسرعة ضمة يعني اكو ناس مضطرة عندها مريض عندها سفر. طبعا والله أنا تو جاني ولد قبل كي قال والله عندي مريض، قلت له عم اطلع قدام اطلب شو لك؟ انا ما عندي شو، قلت له اضرب سيره حال المواطنين. وهاي طبعا من غير احمد صور لي باوع من غير الرون سايد هذا الرون سايد يقول لك منتسب، يقول لك هذا منتسب طب يفول عاد يعني منتسب بالمفتوح له ما بيه شيء عم يساعده مثل ما ساعد المواطنين. ايش قد صار تقريبا واقفين يعني نص ساعه اكثر؟ والله استاذ هو بدون ما سؤال ليش هو ماكو محافظ ماكو مسؤولين يعني معقوله هسه تطلع المحطات الخارجيه كلها موجود بيها بنزين وهنا داخل تكريت ماكو؟ كأنه شيء مفتعل، محطات من المغرب يقفلونها يعني إذا مركز محافظة ما يقدر يأمنون بها بنزين، شلون اطلع هسه على الطرق الخارجية هسه تطلع بس منها اطلع على أنواع اطلع منها هذه كل المحطات موجودة بها بنزين. إن شاء الله خير توكل، يعني هاي أريد أحمد نتمنى نلقي مسؤول المحطة يفهمنا شنو الوضعية، ليش هاي الوضعية اللي يفهمها المواطن، يعني ليش هذا تفضل؟ هذا الازدحام إلى متى؟ هاي مهزلة هذا السرة كل اللي عنده سفر مثلا عندك سفر انت تروح البغداد شلون شو وقت تخليه ايه وفاة هسه اقل شيء ساعة والله العظيم هسه العائلة ذبيناها ودعناها ببيت واحنا طريقنا الى بغداد والله عندكم وفاة اي والله حياتك الباقية رحم الله والديك يعني شنو توعز لي هاي شنو ليش والله ما اعرف شنو الازمة التهريب غير التهريب يتهرب الى الاقليم كردستان لانه بالاقليم سعر الدولة ب 700 دينار اللتر والمحسن ب 1200 سعره اصبح فطبعا كله يتهرب هو يقول لك انا ابيعه ب 650 احسن ما ابيعه المواطن ب 450 والمواطن متأذي طبعا هسه انا مو يمك هسه انا سيارتي ما بيها بس ما اقدر ادخل ما اقدر اضرب رون سايد على المواطن لانه ما ترى احنا كنا اخلاقنا ما تسمح ان نضرب رون سايد يعني انا عندي ظرف ما اقدر اضرب السر لانه عيب الناس ما تعذر يلا يعني حتى تلحق توكل هذا طبعا بالمناسبه احمد ديجر الخط ديجر هذا يعني ديبعد هذا ديبعد كل ما تلاقي السيارات كل ما يبعد كل ما يبعد هاي كل المسافات هذه والله نطالب يعني يكثرون البنزين النوب يعني هذا ازمه تشوف المحطات البغيه مسدوده ما لها داعي احنا هنا هذا البيت يمك والله عيب تصورون هذا البيت يمك واحنا الزحامات احنا نودي المحافظات كلها واحنا الزحامات هذا الزحام هيجي والله اكبر عيب والله المحافظات تضحك علينا والله عيب حتى على مسؤولينه المحافظات كلهم يضحكون علينا ملت العالم يعني هذا البيجي هاي مصر البيجي العالم تجي من غير محافظه تجي تاخذ من عندنا زين واحنا هذا البيجي هاي صلاح الدين صلاح الدين لازم ولا سياره باي بنزين خانه تبقى زين هي هاي الوضعيه استاذ وليد هاي الوضعيه خلي يسمعون صوتنا هسه يقولون مو خوشات مياد يعني المحافظات كلها روح شوفها كلها بيها بنزين هاي سامر ابسط شيء واحنا هاي تكريت بصف البيجي هاي زحاماتنا الله يخليك هذا يوميا نفس الحاله ونفس المهزله احنا فقط رسالتنا نوجهها الى السيد محافظ صلاح الدين بعد ما نخاطب اي شخص السيد محافظ صلاح الدين هذه امام انظار السيد المحافظ انا اتمنى يجي يشوف المحطات يعني هي الغي المحطات الاهليه يعني شنو بعد الغيها انهيها وافتح بس المحطات الحكوميه خل تمشي هذه رسالة مع التحية
انتقلنا من المحطة القادسية أو فتح الفتوح إلى المحطة الداخل، هاي يعني دائما إحنا هذا تصويرنا بهذا المكان، ويعني لو تشوفون هاي يعني شوف صوري المحطة حتى قبل ما نشوف الطوابير، هاي المحطة الوقود هذه. ليش ما تفتح الخط منه؟ طلع لي قدام أبو المرسيدس، طلع لي قدام شوية حتى تجي الناس، هاي منا خط فارغ، تعال فوت ادخل ادخل ادخل. هاي يعني هاي شوف هذه ها روح روح ادخل جوا ادخل جوا ادخل جوا ادخل جوا ادخل جوا. يعني هاي هسه انا جيت عاد تفضل، ما حد يقدر يصعد هنا يوقف ينظم، يعني هي هاي وضعيه. ادخل 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 ادخل، وقف وقف وما توقف وقف، يلا ادخل جوا ادخل جوا ادخل جوا ادخل 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 ادخل. يا يعني يعني ابو فضائيه يجي يدخلهم واهل المحطه. زين ادخل 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 هناك ادخل هناك. ايه لا تنزل لا تنزل لا تنزل. طيب يا خالد لا تنزل. السلام عليكم. سلام اخي العزيز، احنا من عوينات قاطع 30 كيلو، عندنا محطتين، هي محطه العوجه مغلقه ومحطه المعاد. احنا اهل النفط اخي العزيز، يعني هسه وقف اتصال للساعه وقف على السره تحكي يوم يقول لك الكميه قليله، هي كلها جايبوها ترى مثل النفط من سقطة البطايق هم جايبوها الجماعه، يعني ترى ما يصير. يعني احنا جاء ناشد المحافظ والمسؤولين محطه العوجه يفتحوها، لان هاي المشاكل كلها جاي تصير للمحطه العوجه سان من عوينات. هيك الصفحه عوينات الزلايه كلها اللي جاي، والمحطات الاهليه سدوهن. يعني اعزائي المشاهدين، اذا هذا سبب اخر نوجهه الى السيد محافظ صلاح الدين، انه سبب غلق محطات يعني تخص المناطق مكيشيفه والزلايه والدور، يضطرون يجون هنا فراح يصير زخم. يعني اليوم اكو وين كل مجال كل المجالات ازدحام، ليش؟ لان اكو سبب اغلاق محطات، فالنتيجه هذه. يعني احنا نريد يفتحون محطات حتى تساعد هاي المحطات، ما ترهم يعني ما يصير. يعني نريد تساعد الناس، يعني هسه محطه فتح الفتوح هسه انت منين جايه؟ منين جايه؟ من وين جاي؟ قاطع 30 كيلو جاي فول بنزين، هذا راح يصير ازدحام. يعني احنا نريد مناشده من المحافظ والمسؤول قطاع النفط انه يفتحون بنزين خانه العوجه، بنزين خانه العوجه اكبر من هاي. بس صور لي الحجي، شوف خلص هنا خطيه بالباب باوع ودا يخلي من عنده شويه حتى دا يدخل. قص صار لك بالمحطة؟ والله تقريبا 25 دقيقة. حتى منعس. اي والله. نمت وقعدت. لا يا بلا. اي والله. شنو ليش هيك ازدحام؟ والله يوم زين يوم مو زين. نوبة زين، بارح ربع ساعة فول. اليوم لا اكثر. ويومية هيك. يلا توكل توكل. اليوم اعزائي المشاهدين راح اشتغل هنا انا واحمد حتى نمشي سر العالم، يلا ادخل ادخل استعجل هلا هلا. يعني ما ترهم، يعني ما تصير. يعني واحد يجي ينظم السير، هاي هو سره واحد. يعني المحطة على قدر البنزين، المحطة على ما راهمة. ايش قد صار لك واقف؟ والله صار ساعة. ساعة؟ اي والله، من ال 11 ساعة. هسه ليش هذا يعني شنو؟ والله ما نعرف شنو، ما نعرف شنو المشكلة. متعفو. لا والله. هو العراق ابو الخير. اي. ابو البركة. يصير بينا هيك؟ لا حول ولا قوة. والله العظيم. يعني هسه أربع سنوات ترى. وأنتم المتأثرين أهلا. أهلا التكسير المتأثرين، الله وكيلك. اي. زين؟ وهم اللي عندهم رفيق صديق. عبروا رون سايد واحنا ماكليها. زين الله وكيلك. ليش هسه نروح لبغداد البنزين دايح متوفر ومع العلم بغداد وضعيتها تعبانه، ليش احنا هنا مدمرين بالبنزين؟ انا اتمنى اشوف السيد المحافظ يلا توكل انفتح المجال. بس شوف ذيك اللقطه قام يدفع باوع خطيه. يعني لاحظوا اعزائي المشاهدين، هاي يعني هذا وضع العراقي صار المسكين. يعني هذا باوع خلص بنزين هنا، ومرات يقولون يعني يجي يفول عدة مرات، إيه هو خطية هاي باع هسه جاية يفول، هاي ها ها. من يم البلدية جابون هم الولد خطية والشباب دفع، والله هاي حالة يعني شو نسوي؟ هاي حالة شو تشوفوا؟ هي هاي تدهور الوضع، اليوم صار لنا خمس أشهر على الحالة هاي. زين؟ ورا الانتخابات النواب حتى بنزين ما عاد تحصل، أنا أقول لك. ساعدوا ساعدوا ساعدوا، ادفع ادفع ادفع.